كل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب، وبكل الحب هنتقابل، ولمدة ساعتين في أنا والنجوم وهواك. معاكم على الهوا أسامة منير وميدو على 106.10 نجوم فهم. نعم، أشتاق إلى تلك الأيادي التي كانت تريح أوجاع قلبي قبل جسدي، تلك الأيادي التي تفيض سحرا وحياة. مستمعين، أهلا بكم وحلقة جديدة من أنا والنجوم وهواك. حلقتنا النهاردة زي ما تعودنا كل يوم حد بتبقى حلقة مفتوحة من القلب للقلب، هندردش فيها وناخد رأي بعض في كل مشاكلنا. قبل ما ابتدي حلقتنا النهاردة عايز أقول لكل مصر وكل الناس النهاردة اللي بتحتفل بالكريسماس ماري كريسماس، وهقول لكم بإذن الله هابي نيو يير على حلقة الثلاثة اللي جاية، هتكون آخر حلقة في 2021، ويا رب تكون فترة أعياد الميلاد المجيدة تكون أعياد كلها خير وبركة على كل بيوتكم وعلى حياتكم، وتكون فترة فرح وسلام، سلام يملأ قلوب كل الناس. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. تعود من آن إلى آخر، وثالثة تظل عالقة إلى الأبد. وصلنا لسه بنتكلم في الحب، والنهاردة حلقتنا حلقة مفتوحة من القلب للقلب. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وميدو على 106.10 نجوم فم. ازيك يا أسامة؟ أنا كمال، عندي 20 سنة ومتابعك من 8 سنين، بجد برنامج تحفة وربنا يخليك لينا ملك الرومانسية. حبيبي يا كيمو، ربنا يخليك، ما تحرمش منك أبدا. رسالة بتقول: لو سمحت عندي مشكلة، أنا متخانقة مع خطيبي على سبب تافه جدا. أنا بحبه وهو بيحبني وبقالنا 3 سنين مخطوبين، بس هو اتغير معايا، دايما مش عايز يتكلم ودايما ساكت، وكل ما أسأله يقول بسبب طريقتك أنا بحبه قوي وهو بيحبني أكتر ما بحبه، بس هو هيفضل يقول لي إنك بتنكدي، بس أنا والله مش بنكد، أنا بحبه علشان كده بزعل منه لما ما بيكلمنيش، ولما بعده بيقول لي كفاية نكد. دايما لما بنتخانق انا اللي بصالحه، بس انا ما بقتش عارفه اتعامل معاه، هو ما فيش حد في حياته، هو ضغط الشغل واخده مني، بس انا ببقى محتاجه غصب عني ومش عارفه اعمل ايه. وبقاله يومين مش بيكلمني، وانا مش بقدر على البعد ده، ومش عارفه اتصل اصالحه ولا اعمل ايه. انا دايما بتصالح بكلمه، بس هو بقى بيهملني والله غصب عني، بعاتب ومش بنكد، فعلا مش عارفه اعمل ايه. عايز اغير طريقتي علشان ما يحصلش حاجه بيننا. بص يا ستي، انا عارف انه من اصعب ما يمكن انك تغيري طريقتك. ليه؟ علشان طريقتك دي طبعك هو اللي كده، احساسك اللي بيحركك، مش عقلك اللي بيحركك. لو عقلك اللي بيحركك كنت هتعرفي تتصرفي بسرعه، انما احساسك هو اللي بيحركك. ولكن الوقت بقى ازف ان انا ابتدي احكم عقلي مع احساسي، لاني لو سبت نفسي لاحساسي واللهفتي والهوسي اللي انا فيه ده، الطرف التاني هيسترخصني قوي، وفي نفس الوقت هيزهق وبيبقى مش مستحمل. دايما بنقول خف حبة تزيد محبة. انت من الواضح من رسالتك كده كل المعاني اللي جواها بتقول انك بتحبيه قوي وملهوف عليه قوي وبتسألي عليه كتير قوي، ولما بيسألش عليكي او بيتأخر عليكي بتلوميه وتعاتبيه. الراجل اكتر حاجة تقيلة على قلبه اللوم والعتاب، انا بقولها لك بمنتهى الامان. الراجل ما بيطقش الست اللي تقعد تزن في لوم وعتاب، بيعتبره نكد، هو فعلا نكد. بطلي بقى تعدبي شوية، بطلي تزني شوية، بطلي تسألي شوية، سيبيه لما هو ياخد مساحته من الهوى كده.
صباح العطور الفرنسية يا دكتور رومانسية. بعت سلامي من المنزلة للشرقية. ببعت سلامي من المنزلة للشرقية لحبيبتي ونور عيني شيماء، وبقول لها بحبك وبموت فيكي يا أجمل وأرق إنسانة في الكون. بحبك حبيبك سلام الحنفي. للأسف مش قادرين ننسى، كل يوم بيمر تمر مع الذكريات مع الأسف. ما احنا بنقول في ذكريات بتتنسي، وفي ذكريات كل فين وفين بتظهر، وفي ذكريات بتعيش معنا طول العمر. وسامة أنا بسمعك من 20 سنة واستفدت منك حاجة كتير قوي. قول لنرمين أني بحبها موت، وربنا يخليكي ليا ويخللنا ابننا كرس فرحة حياتنا من عز. ربنا يسعدكو ويحفظ لكم ابنكم يا رب. حاضر. إلى زوجي محمود طلعت، بحبك قوي، ربنا يخليك ليا ويحفظك من كل شر وسوء، وافضل على قلبك كده طول العمر. زوجتك سوء، ربنا يفرحكوا دايما. على فكرة ببقى مبسوط قوي لما بيبقى فيه يعني أزواج كده بيبعتوا لبعض رسائل، بتبقى يعني حالة جميلة جدا يعني. حاضر. أسامة أنا حبيت واحدة من أيام ثانوي، في ثالثة ثانوي، وهي كانت متوقعة أني أدخل كلية معينة، بس أنا أول سنة ما قدمتش على الكلية دي علشان ظروف كده. بعد كده تاني سنة رحت الكلية دي، وبعد كده خلاص خلصت واشتغلت الحمد لله. هي عاوزة ترجع دلوقتي أول ما عرفت الوضع اللي أنا فيه. اسمي محمد أحمد مصطفى. اللي بتتجوزك عشان وضعك ما تلزمكش، اللي تسيبك عشان وضعك مش على هواها أو مش عاجبها أو ما يليقش بيها، وترجع تشوفك لمعت ونورت فتيجي تقولك آه يا ده والله كويس، لا ما تلزمكش. من الآخر بقى كده، لأن الحب والارتباط دي مشاعر إنسانية، مش حاجة يعني بتتحسب بالورقة والقلم. اللي هتاخدك حساب ورقة وقلم هتفضل حسبك ورقة وقلم طول العمر، وأوحش حاجة أنك تعيش مع حد حسبك ورقة وقلم. أنا كنت بعتلك وقلتلك على صاحبتي اللي بتفضل تبص عليا وأنا كمان بعمل كده، ولما رجعنا نتكلم تاني قالت زي الإخوات، وقالت لي ما توقفنيش في الشارع عشان أهلها، ومع ذلك في نظرات ما تعبرهاش بقى خالص. ليه بقى؟ في ستات غاوية الإحساس بالاهتمام، وأول ما تقرب تقولك لا ابعد، أصل احنا خلينا أخوات. طب انت عايزة ايه؟ هو عيني فيه إخي علي؟ يعني فيه ايه؟ ما تعبرهاش، دي لازم تديها ودنك اليمين يعني خالص، ما تبقى شايفها وما توقفهاش في الشارع، ولو شفتها في الشارع معدية اعمل نفسك مشغول في حاجة، مسك موبايلك، اعمل اي حاجة، بس ما خلاص شكرا، واتفرج عليها وهي انا مش فاهم البتاع ده بيطلب ايه وبيعمل ايه، حاجة كده غريبة. طيب خلونا نستقبل اول اتصال تليفوني ونقول الو. ايه سامي، ازيك؟ الحمد لله تمام، ازيك؟ الحمد لله تمام. اتعرف بيكي؟ انا زينب. زينب كم سنة زينب؟ أنا 22. مرتبطة زينب؟ مخطوبة بقالي سنة. مخطوبة بقالك سنة. خطوبة عن حب ولا خطوبة تقليدية؟ في الأول كانت تقليدية. بس بعد كده اتقلبت لحب. طيب حلو، إيه المشكلة؟ المشكلة إن في الأول مجالي العريس ده وهو كان جاي لي في الاول، كان في حاجه بينه وبين اختي، كان في مشروع ارتباط وكده بس ما كملش. فهو شافني كذا مره معاها وكده، فلما بعد وعرف انها اتجوزت. طيب كان مشروع ارتباط ازاي يعني؟ هو كان في علاقه بينه وبين اختك، كانوا بيحبوا بعض؟ وكان مكلم والدي وكده وما حصلش نصيب، الموضوع ما كملش يعني، هو حصل عنده ظروف وبعد والموضوع ما كملش. وجي بعدها هي اتجوزت وبتاع، وهو عارف من بره جوازها. وجوزها عارف انها كانت مرتبطه بالانسان ده؟ لا جوزها ما يعرفش. اها. يعني هو عارف ان هو في المبدا كان مرتبط بيها انا. فطبعا لما عرف انها اتجوزت جه اتكلم مع بابا، انا
يعني مرتبط بالعيلة وشايفكم ناس كويسة وأصلا اللي هو حضرتك عارف اللي هو بالعيلة دي خصوصه. أنا في الأول صراحة كنت شايفة شاب محترم وكويس فانت ما كانش عندي أي رفض اللي هو كنت ماشية بمبدأ إن أنا هقدر أنسي اللي فات من حياته. اتخطبنا أول شهر تاني شهر الكلام ده بدأت أتعلق بيه وهو نفسي كان بيبادلني نفس الشعور. كان في بعض الأوقات طبعا بلاقيه بيذكر حاجات كانت بتحصل بينه وبين أختي إني لا أنت كذا مش عاجبني فيكي لا أنا عايزك تغيري أختك كانت بتعمل كذا أختك كانت بتسوي كذا. طب بقيت ألاحظ إن هو بيذكرها كتير وأنت بتحاولي يا حرام تلاحقي إنك تبقي زي أختك بالظبط. كنت بحاول ان انا اتجاهل عشان خاطر الموضوع بالنسبه لي ما يقلبش الى غيره ومضايقه من اختي ويعني مشاكل. بس بعد كده ابتديت ان لا الموضوع ابتدى يخنقني ان لا انا ما بجيبلكش سيره حد خطيبي كان قبل كده انت ما تجيبليش سيره حد عدى في حياتك. لا لا ومش اي حد يد اختك او بعدين طيب بالظبط. فلحد من 10 ايام كنا بنتكلم الكلام جاب بعضه معرفش الصراحة هو كان قصده ان هو يرمي لي حاجة زي كده لغرض مشكلة ولا هو فعلا قالها غصب عنه. لقيته اتضح لي ان هو كان فيه علاقة بنتية بينه وبين أخته. كنا بنتكلم مع بعض ولقيته راح رايم لي لفظ هو انت بتعملي كذا ومش بتعملي كذا اصل اختك كانت بتعمل كده ازاي ومش ازاي انا اتصدمت ازاي ومش ازاي لا اصل الكلام جاب بعضه بيني وبين اختك ولقيتها بتقول لي كذا 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 وبتاع وبصراحه احنا كان في بينا علاقه جنسيه قالها لي كده صراحه. طبعا انا طلعت فيه واحتفلت كفشه لحد وقتنا هذا انا ما اتكلمتش معاه حاول يوصل لي كتير جدا وانا ما بردش لا على الموبايل ولا على المسجات على الواتساب او على التليفون. كلم بابا كتير وانا اسف وانا ما كنتش اقصد طبعا بابا عارف ان الاختلاف اللي بيننا اختلاف عادي وانا عايز ارجع لها ومش عايز ارجع لها وما كنتش اقصد ومش هكرر الغلط تاني بس انا من ناحيتي رافضه الموضوع بس متلخبطه يعني مش عارفه اخد قرار صح. طيب بصي بقى ربنا يسامحني على هقولهولك ده انا ما بحبش اهد بيت ولا اهد جوازه ولا اهد خطوبه. مبدئيا من الالف للياء خطا فادح انك تاخدي واحد كان على علاقه عاطفيه باختك. كان متقدم لاختك ومفيش علاقه عاطفيه واختك رفضت وتقدم لك هيفضل عايش عينه على اختك اللي رفضته طول العمر. طيب ده كان في علاقه بقى عاطفيه بينه وبين اختك. ده خطأ فادح منك انك توافقي وانك يتهيأ لك في لحظة من اللحظات انك ممكن تغيريه او تبدليه. مش هيتغير. في حاجة حصلت. لما بيبتدي يقارن بينك وبين اختك ده شيء مهين جدا وشيء كمان بالنسبة لك هيوقعك في اختك ويكرهك اغلى حد في حياتك اختك اللي لو الجوز مشي بيجي غيره انما الاخت مفيش بيجي غيرها. انت فهماني؟ ولما توصل بيه الحالة ان يقولك انا كنت على علاقة جنسية مع اختك وبعد كده هيخش معاكي في علاقة جنسية يبقى دي حالة ارتباط سيئة جدا يا هتعيشوا متعذبين وانت بالذات هتعيشي متعذبة طول العمر وشكة في اختك وكرهة اختك ومش طايقة اختك وكل شوية تبصيله وكل شوية تحاولي تصلحي من نفسك لان هو دخل جواكي الشك في امكانياتك وفي نفسك وفي قدراتك وحسسك بنقصك وان اختك احسن منك مبدئيا مع ان اختك استحالة او مش ضروري انها تكون احسن منك انما هو حط ده جواكي. اوكي وهو جواه لسه عقدته ان اختك تترفض في جوازته من اختك فعشان كده بيقرب من العيلة دي باي شكل من الاشكال. فلو اتجوزته قدامك حل من اتنين يا تعيشي متعذبة طول العمر يا تعيشوا انتوا التلاتة شمال. ايه رأيك بقى في الكلام الواضح الصريح اللي انا قلته لك ده؟ لا هو بالنسبة لي الموضوع مقفول. يبقى الموضوع مقفول بس في نفس الوقت اللي هو انا
انا مش عايزه ان انا ايه اقفل الموضوع بحجج ولا حجج ولا ما حججش والموضوع جواكي ويخصك وخلص ومش هنسيح لاختك ولا نعمل اي حاجه. خلاص الباب اتقفل يا بابا، انا الانسان ده مش قادر ابص في وشه، انا مش عايزاه خلاص، ما بقتش قبلاه. اقفلي باب جهنم اللي مفتوح في وشك يا بنت الناس. كتير ربنا بيبعت رسائل للناس عشان ينبهها، وفي ناس بتبقى واعيه وبايه بتفهم الرساله، وفي ناس ما بتبقاش واعية مع الأسف وبتبقى مغيبة وبيبعت لها الرسالة مرة واثنين وثلاثة وما بيفهموش وبيلبسوا. ربنا بعتك بدل الرسالة 100 رسالة، مواقف وحكايات وروايات لحد آخر موقف بيقولك فوقي بقى. باب واتقفل، باب جايب شر لا ليه أول ولا آخر واتقفل. نقفل الباب ده، وسنة جديدة داخلة علينا بحياة جديدة بناس جديدة. أختك ربنا يسعدها مع جوزها بحياتها. كل إنسان ممكن يكون مر بتجربة، أخطأ، غلط، دي مش هنعلق للناس مشانق. خلاص وبدأت حياة جديدة ومتجوزة وعايشة ومبسوطة وسعيدة، جميل. وإنتي كمان من حقك تعيشي زيها، وفي نفس الوقت ما تجيبلهاش اللي يسبب لها عثرة، لأن ده ممكن قدام يوقعها في غلط، ممكن قدام يقعد يغلس عليها، ممكن قدام تبقى عينه فيها علشان عارف ان دي اللي اترفض منها، فيفضل يجري وراها وتعيش انت في عذاب، واختك تتخرب بيتها وبيتكو كله يضيع. ليه؟ ما في 60,000 سلامة. متشكرين قوي ليك لحد كده، وما نشوفش وشك تاني يا عم الحاج. انا قلتلك اللي خلص ضميري، وقلتلك اللي فيه مصلحتك. عايزه تسمعي يا بنت الناس، انت حره. عايزة تلبسي وتلبسي نفسك وتلبسي أختك وتخربي بيتك وبيت أختك وحياتك وتتدمر كلها، الموضوع في إيدك وقرار قرارك. أحبك فقط، ولست بحاجة أن أفسر ما أشعر به كي لا أفقد حلاوته. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهارده حلقه مفتوحه من القلب للقلب. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155 955 1006. معكم على الهواء أسامة منير وميدو على 106.10 نجوم FM. بقول لكريم ابني وبسمة بنتي كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد ميلادها، واقول لمراتي وحبيبة قلبي كمونة وحشتيني قوي 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 قوي. وهل ينفع يا أستاذ اني اتزوج واحد؟ ازاي بقى اقول لمراتي واتزوج واحد؟ ولا دي خطأ في الضمائر؟ او يمكن تتكلم عن لسان حد يعني. هل ينفع استاذ اتجوز واحد على علاقة باختك؟ ده بيتجوزك علشان يبقى قريب من اختك، ونرجع تاني نقول عايزة اتطلق، راجعي نفسك الاول وسيبك منه، ده انسان مش كويس. هي رسالة جاية لك من حد من المستمعين بتقول نفس الكلام، بتأكد على نفس الكلام اللي انا قلته لحضرتك. بشكرك جدا على مشاركتك، ودي بتبقى حاجة كويسة قوي يعني. صباح الورد، صباح الفل يا أسامة. أقول لزوجتي الحبيبة سهيلة ربنا يخليكي ليا ولا يحرمني منك أبدا أبدا، وربنا يبارك لنا في مودي ولين مع من معاك اللي بيسمعك. أرجوكوا يا جماعة والله ما تكلمونا على البتاع، ما بيقبلش مكالمات. بسمعك من 10 سنين من محمد خميس. شكرا يا أستاذ محمد، وربنا يبارك لك في أسرتك الجميلة كلها. طيب، مساء الخير يا دكتور أسامة. أنا بحب واحدة قريبتي من زمان، بس ما لقيتهاش علشان إحنا ما قلتلهاش علشان إحنا كنا صغيرين، ولسه من سنة تقريبا قلت لها بس عن طريق الماسنجر لاني ما قدرتش اقول لها وجها لوجه. بس هي قالت لي حاجة غريبة، قالت انا مش ببادلك نفس الشعور. انا اتصدمت جدا يعني طبعا، وبعدها عملت لي بلوك لاني بصراحة كنت فاتح في الموضوع تاني بطريقة غير مباشرة. لقيتها زعلت وعملت بلوك، يعني مشكلة ان انا لسه بحبها ومش قادر انساها. مش عارف ليه تفكيري من سنة ان كل ما اخش اشوف صورها على الايميل بتاعها على الفيسبوك
كل تفكير الفترة دي ان انا كان نفسي اعرف هي قالت ليه. طبعا الفضول هيقتلك. انا مش عارف انا مش على قدر يعني درجة علم اللي هي كانت بتتمناه ولا مش على الدرجة اللي بتحلم بيها. انا تعبان بجد وبقول بقولك انت جاي ليا حل يا رب تشوف الرسالة بتاعتي. شكرا. بص يا سيدي، طالما قالتك مش ببادلك نفس الشعور يبقى انت ما كانش المفروض تخبط الباب تاني، ولما خبطت باب تاني وعملت لك بلوك ده اول ألم انت خدته على وشك منها يعتبر اهانة، جرح لكرامتك. لانك انت انك تتقدم لحد وتطلب ايد واحدة وتترفض ده ما يعيبكش، ده كل انسان على وجه البسيطة معرض لده. انما انك تحاول تاني بعد ما اترفضت بصراحة يبقى انت كده بتهين نفسك، وانت بالفعل اهنت نفسك، فما تلومش عليها. لو كنت متعلق بيها او متعلق بيها بنسبة مثلا 70% بعد ما رفضتك هتلاقي نفسك متعلق بيها بنسبة 100% و 120% لانها رفضتك، فده حرق دمك. طب هنا كده بني ادمين، مش هخترع العجلة، انا بقولك الواقع اللي مش مكتوب في كتب يعني ولا دكاترة نفسيين هيقولوه لك. لان احنا كده يا بني ادمين، المرفوض ده يعني الممنوع مرغوب اكتر. فانت لو بقولك بتعلق بيها 70% 80% بعد الرفض هتلاقي نفسك متعلق بيها 120%. هي رفضك عشان انت لا على نفس مستوى التعليم ولا على نفس المستوى الاجتماعي ولا المستوى المادي، ولا هي ليها طموح بشكل اخر، وهي شايفك اقل من كده، فده جرح تاني، الم تاني على وشك. الحل ايه؟ ان انا ابقى عارف من جوايا ان دي مش بتاعتي، خلاص شكرا. يعني دي حاجه يعني انا واحد من الناس مثلا ماشي في الشارع بموت في العربيات، بتهبل على العربيات، شفت عربيه فراري، شفت عربيه رولز رويس، شفت عربيه بنتلي، قلت انا هموت على العربيه دي. حاولت احسب حساباتي عشان اعرف اشتريها قسط واتداين واعمل وانتحر وبتاع، ما نفعتش. خلاص في داهيه تغور العربيه. هتقولي الحب حاجه والعربيه حاجه، انا بديك مثل يا سيدي. يغور الحب اللي يجرح، يغور الحب اللي يهين كرامتك، يغور الحب اللي يقلل منك. ما تفكرش دلوقتي، فكر في مستقبلك. اثبت للدنيا كلها اقوى انتقام بيبقى لحد رفضك او بعد عنك انك تنجح لحد ما بتبقى في مرحلة من المراحل نجم، وزي ما قالوا اهالينا نشوف النجم بعنينا ولا نطوله بايادينا. هي دي الحدوتة يا نجم، تبقى نجم بقى، نجم في شغلك، نجم في نجاحك، نجم في نفسك. خليها تندم انها رفضتك، ولما ترجع لك تاني ولا تلزمك، شوف واحدة تليق بيك وتحبك لنفسك زي ما انت بدون اي ملح وفلفل وحلويات. اوحش حاجة في الدنيا الاحساس بالقهر، ان الانسان يشعر انه اترفض عشان قلة او عشان قليل. اترفض عشان مش ببادلك نفس المشاعر شيك قوي، انما عشان قلة لا. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو صباح الخير. صباح النور، ازيك؟ ازيك يا اسامة، الحمد لله، انت عامل ايه؟ الحمد لله تمام زي الفل. كل سنة وانت طيب. وانتي اولا. وانت طيبة وبخير وسلام. وبجد مبسوطة جدا ان انا بكلمك. ربنا يخليكي، وانا كمان مبسوط ان حضرتك معايا على الهوا النهارده. طيب اتعرف بيكي بقى؟ ممكن ما نقولش الاسم. ممكن جدا. كام سنة؟ 27. مرتبطة؟ لا مش مرتبطة. طيب عايزه تقولي ايه النهارده؟ حلقتنا مفتوحه، انا تحت امرك. انا في مشكله حاسه ان هي كبيره قوي يا اسامه. ايه يا ستي قولي لي. انا من فتره صغيره نزلت شغل بعد طبعا وقت طويل جدا بدور على شغل وكده. لما نزلت من تاني يوم بالظبط لقيت المدير اللي عندي في الشغل بدا يكلمني واتساب ويتقرب ولطيف جدا وحد شيك وسقفي وحشتيني وافتقدتك والكلام ده كله. انا ما كنتش عارفه اي حاجه غير انه شخص قدامي لطيف وتمام. بعد مده صغيره جدا لقيته بيقول لي ان هو متجوز. كانت صدمه بالنسبه لي، فبدات اقول لا خلاص تمام، يبقى العلاقه علاقه شغل واحنا زماله وانا حاسه ان نبقى اصدقاء، وقلت له الكلام ده. احنا يا ريت نبقى اصدقاء مقربين، ما يبقاش في اي ريليشن شيب بيننا.
والصداقة بتدوم أكتر. بدأ يقول لي إن هو مش شايفني كده خالص. أنا مش عارف أتعامل معاكي بصداقة. بدأ الكلام كلام جريء بالنسبة لي. أنا بتخيلك كذا، أنا نفسي في كذا. أنا طبعا مش بحب الكلام ده ومش شايفة إني صح أصلا. بدأت أقول إن ده ما ينفعش. بدأت أخد مواقف حادة شوية. فبدأ يستقصدني في الشغل. بدأ يبقى في تعامل وحش جدا. ده المدير بتاعك وفي فوقيه مدير ولا ده صاحب الشغل؟ لا هو في فوقيه مدير. في فوقيه مدير. بس طب. مش هينفع اقول له باي شكل من الاشكال. ليه؟ علشان هيحصل لي انا مشاكل لان انا الجديده. هم كلهم اصحاب مع بعض وبقالهم سنين طويله، وانا لو في 1% احتمال ان اسيب الشغل انا كنت عملت ده ما ترددتش. طيب انا عايز اقول لك حاجه، هم اصحاب مع بعض واكيد عارفين ان هو الراجل ده عينه زيغه، يعني زميلهم عينه زيغه. بس هو مش باين كده. عايزه اقول لك يعني طيب خليني اسالك سؤال، هل ممكن في امكانيه انك تتنقلي في اداره تانية ولا المكتب او الشغل حجمه صغير يعني كلكم لازم تبقوا مع بعض؟ للاسف مفيش. لو في 1% زي ما بقول لحضرتك انا كنت اتنقلت ما فكرتش. طيب عايز اسالك سؤال، انت امكانيه انك تسيب الشغل ده هيضرك في ايه بالظبط؟ دورت يعني انا كان بقالي فتره طويله جدا بدور على شغل. وده هيوصلني لحاجه تانية افضل. فانا مستني ان اخد ضغط من عني زي تريننج كده. هتاخدي ده تريننج لمده قد ايه؟ لمده سنه. وانت فات قد ايه من السنه اللطيفه دي؟ شهرين. ولما قلت له رفضتي بدا يتعامل باسلوب بقى مش كويس. للاسف في شغل بيجمع ما بيننا. فما بقاش بقى في تعامل خالص. طب بيتعامل باسلوب مش كويس ازاي؟ بيعمل ايه؟ احنا عايزين نلاقي حلول بس. في تجاهل طول الوقت في الاقتصاد في الشغل مثلا. ممكن يبقى الشغل بتاعي لا ده مش مظبوط، لا ده مش حاجه. ممكن يبقى معدي مثلا فانا واقفه في مكان فتلاقي باب اتقفل جدا في وشك عادي جدا. حاجات كده. وانا للاسف كلامه يعني انا شايفه ان هي علاقه غلط، وانا قلت له ان ده اصلا حب ما ينفعش. بس غصب عني برضو انا من كلامه. طيب. بيني وبين نفسي انا مش بجري بس بضعف. طب انت عايز لا تضعف ايه؟ انا لسه هخش في حته تانية. لقيتك بتقولي بس بضعف. انا مش بقول حاجه يعني، بس بيني وبين نفسي غصب عني كلامه طول الوقت انا بحبك انت حبيبتي انت وحشتيني. هو انا لو قلت لواحده انا بحبك انت حبيبتي انت وحشتيني هتضعف وتيجي معايا؟ ما كانش حد غلب. كان كل واحد قاعد يزن له شهرين ثلاثه وخد اللي هو عايزها صاحبها. لا مفيش حاجه اسمها انا بضعف. لو هتضعف يا بنت الناس اقعدي في بيتكم ودوري من اول السطر. واضح الكلام؟ تمام. لو هتضعفي لو هتضعفي اقعدي في بيتكم ودوري على شغل جديد يكشي يكون اقل من اول السطر. وربنا اللي بيرزق، لان ربنا لما بيشوف البني ادم ماشي في الطريق الصح ومش عايز يعمل الغلط بيفتح له ابواب الرزق ما بيسيبوش. فهماني؟ ده لو هتضعفي. لو مش هتضعفي وهتبقي جامده بقى كده يبقى هتتحملي انه يقفل الباب في وشك وهتحملي انه يعاملك وحش وانت بابتسامه عاديه جدا ولطيفه خالص ومفيش اي زعل والدنيا لطيفه. هيحاول معاكي مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره وهيجري وراكي بالمشوار وهيضغط عليكي بكل الوسائل. لان الرفض انا لسه قايلها في المكالمه اللي فاتت، الرفض بيجنن. انت فاهماني؟ ومش اي حد عنده دم لما بيلاقي رفض بيقوم كاشش ويرجع لحياته الطبيعيه. مش ده مش سهل على اي انسان. ممكن يعمل كده لو هو بيحبك بجد، انما ده واحد انسان عايز يلعب بديله. بالظبط نفس القصه الطبيعيه بتاعت اي مدير وسكرتيره. اي مدير شمال وسكرتيره على طول عايز يلعب. بالظبط نفس قصه مطلوب سكرتيره حسنه المظهر، ده بقى بيجي وش انا عايز العب. ما ينفعش يا بنت الناس. فتقدري تقفي في وشه ولو حصل موقف منه الموضوع يتفجر وتبقي قد القنبله اللي هتنفجر وتقفي قدام المدير بتاعته وتقولي له حضرتك هو بيعاملني كده علشان كان عايز مني 1 2 3 وانا قلت له لا. يا تقدري تعملي ده يا تنسحبي وتقعدي في بيتك وتدوري على مكان نظيف في ناس نظيفه تشتغلي فيه. فانت قدامك الاختيارين، يا تروحي كده يا تروحي كده. لا تنحني لشخص او لغايه
ولا الاحتياج، واعلم ان الموت اكرم من الانكسار. مستمعينا، لسه بنتكلم في الحب، وحلقتنا النهاردة حلقة مفتوحة من القلب للقلب. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وميدو على 106.10 نجوم FM. يكذبني الشخص الذي يحفظ تفاصيلي أكثر مني ويفاجئني بأنه يعرفني أكثر مما أتوقع. والله ده بتبقى حالات كويسة، بس الواحد يلاقي الشخص اللي عارف تفاصيله أكتر منه، دي في حد ذاتها يعني صعبة. عندي إهداء خاص جدا وتهنئة إلى الدكتور سمير رجب عبد العزيز بمناسبة خطوبته على الدكتورة نوران علاء، وبنتمنى لهم حياة سعيدة. ألف ألف مبروك يا دكاترة، وربنا يفرح قلوبكم وتبقى حياتكم اللي جايه كلها جميله. صباح الحب يا اسامه، وحشني قوي. بالنسبه لمكالمه انت غلطتي غلطه علشان هو بيحب اختك، ازاي انت بتحبي وهو كمان في علاقه بينكم كده؟ بقيتي رخيصه بالنسبه له وهيرميكي. صوني عرضك وشرفك، هو شمال من مينا عاطف. يعني ادي برضو الناس اهي بتوافق على الكلام ده. انا اسمي عمر، عندي 23 سنة، في واحدة مش عارف اشيلها من دماغي ومش عارف ليه. جربت اتقدم من سنة، اتهاجمت مش اترفضت، لسبب ان فرق السن بيننا 5 سنين، وهي قريبتي معظم العيلة كلها اعترضوا، وهي كانت عايزاني، بس دلوقتي لما بكلمها بتكلمني وتبادلني اي احساس، بس من باب المجاملة، انها عارفة ان انا بحبها جدا، بس انا بحس ان ده بيبان اكيد بعد فترة ما اكلمهاش، وبعد كده اكلمها وارجع اقول لنفسي ليه بتكلمها، انا بحبها ومش عارف اشيلها من دماغي. اتصرف، بطل تكلمها، دوس على نفسك يا معلم، دوس على نفسك بدل ما الدنيا كلها تدوس عليك. دوس على نفسك بدال ما هي واهلك واهلها والدنيا كلها تدوس عليك. ضد حضرتك او مش عارف ايه، رد عليا، انا عايز اسمع صوت حضرتك في ريكورد علشان ما اخسرش جمهورك اكتر من كده. انا بقول لحضرتك ان اول نظرة ضعيف، ونفسي اسمع صوت حضرتك في التليفون. اول نظرة، انا مش فاهم حاجة من الرسالة. لو حضرتك مش بترد الا يوم الحد في البرنامج، هستنى يدك ورد يوم الحد بالليل على الواتساب. اديني انا مش فاهم برضو، الرسالة مش واضحة قوي. بتقول على العموم اسف على الازعاج ومتشكر حضرتك، انا مع الاسف والله ما عارف، يعني مش عارف حضرتك بتقولي ايه، مش قادر احدد يعني، ولكن انا هو موجود وبرد على الرسائل اهو. احلى صباح عليك يا ملك الرومانسية، بس مش حاطط اي اسم ولا اي حاجة. طيب، لم تكن العبرة يوما في من يصلنا، في من يصلنا، بل من يؤمن يصلنا ولا يصللنا مش عارف، بل من يؤمن بمحبتنا بدرجة أعمق، من يمنحنا أمان الصمت ويدرك أن المسافة بيننا دوما آمنة، من يعرف أن وطننا الذي سنعود إليه مهما طال من يعرف أنه وطننا الذي سنعود إليه مهما طال اقتربنا. من إيمان سليمان. طيب، نرجع تاني للرسائل، أنا بحاول أصطاد والله رسائل، ربنا اللي يعلم، عشان الناس بتتضايق أو البتاع ده. اوكي، مش فاهم حاجة، بيعمل حاجات غريبة جدا. مساء الخير يا دكتور، لم تكن مجرد نوبات اكتئاب، كان انطفاء تدريجي. محمد حمود من المنزلة الدقهلية. حاضر، معلش يا استاذ اسامة، انا بحب واحدة وهي بتسمعك دلوقتي، ممكن تقرأ الرسالة دي؟ هدير احمد، انا بحبك جدا وما اقدرش استغنى عنك، حبيبك احمد حافظ ميدو. يا رب تكون سامعة يا معلم الرسالة. حاضر،
نفسي أصور فيديو اللي بيحصل ده عشان الناس تعذرني. أنا كنت مرتبطة بقريبي واتخطبنا وكان بيننا قصة حب كبيرة وحصل مشاكل وسبنا بعض بقالنا سنتين. أنا اتخطبت تاني ومش حاسة حاجة لخطيبي ومش عارفة إيه الصح أعمل إيه. أنا لسه بحب قريبي. طالما لسه بتحبي قريبك روحتي اتخطبتي تاني ليه؟ يعني إيه اللي يخليك تروحي ترتبطي بإنسان تاني؟ هي ملء فراغ؟ أوضة فاضية بملها؟ طب أنت لسه في مشاعر تجاه قريبك ده، يبقى روحتي اتخطبتي ليه؟ يعني ما هو ما ينفعش كده، هتفضلي متعلقة هنا وبتصدمي إنسان ملوش أي ذنب خالص. بصبح عليك من بني سويف من تحت البطانية يا أروع مذيع في الدنيا، وبسمعك ومتابعك من زمان حبيبي، ربنا يخليك يا طه. مرسي، ما تحرمش منك طبعا، انتوا تحت البطاطين في اللزازة يعني، واحنا في التلاجة هنا. انا عايز اصور لكم ايده وهو لابس الهودي فوق دماغه والهيدفون فوق الهودي. احنا احلى حاجة بنصورش تلفزيون عشان الدنيا ما نتفضحش. جميلة قوي كلمات الغنوة الجديدة، تسلم على مشاعرك ودقتك في اختيار كلماتك وفصحتك في التعبير عنها. بخصوص المكالمات القديمة ليه بتتحذف من على اليوتيوب، خليها دي عبرة والله، وبرضو من غير شتيمة منك لله يا أم سارة على كفرك بكل النعم. ربنا نعم ربنا عليكي، ومن أول إلا أولها ولادك. تحياتي بيبو من حلوان، تحياتي يا بيبو، ربنا يخليك. كلمات غنوة جديدة أنا اللي كاتبها، أنا اللي بكتب كلام الأغاني بتاعي. المكالمات القديمة بتتحذف ليه من على اليوتيوب؟ معرفش بقى، دي سياسة نجوم أف أم، هم دي صفحاتهم مش صفحاتي الشخصية يعني، فأنا ما أقدرش أعرف بالظبط إيه اللي بيحصل يعني. السلام عليكم، ازيك يا أسامة، فرحان إني سمعتك تاني، عايز أمسي على صاحبي عم الناس جاد وحمد الله والحمد لله أحسن، والحمد لله أحسن من غيرنا. طيب خلونا بقى نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو، ايوه، ازيك يا اسامه، عامل ايه؟ الحمد لله تمام، ازيك؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيبه وبخير يا رب، تكون سنه حلوه على كل الناس يا رب، على الدنيا كلها وعلى مصر كلها وعلى كل الناس. انت ايه اخبارك؟ انا فل، انت اخبارك ايه؟ والله يا اسامه فكرت في حاجه اكتر من 29 مره. فكرتي في الانتحار كذا مره؟ ليه يا بنت الناس؟ بس يا سيما انا ينفع ما اقولش اسمي؟ طيب ما تقوليش اسمك، كام سنه بس؟ انا عندي 23 سنه. وكل 23 سنه فكرتي في الانتحار؟ ما انا مطلقه مره واتجوزت تاني، بس الجوازه ما كانتش في العلن، كانت في السر. اتجوزته بعد ما اتجوزته بالظبط 6 شهور، سافر بره. بعد ما سافر كنا بنتكلم كويس جدا على الواتساب، وبنتكلم الفيديو كول كده على طول مع بعض، ودايما شايف ان انا واحده كدابه وبكذب عليه، وانا عمري ما كدبت عليه في اي حاجه خالص. يعني عايز اقول لك ان انا مثلا لو كنت لفيت كده، انا لفيت ما فيش نزول، ما بنزلش خالص، بعدي سيب الشغل، سبته من اول ما ارتبطت فيه حتى قبل ما يتجوزني. عايز اقول لك ان انا حسيت ان هو ضحك عليا بس ومجرد ورقه ما بينا، عشان ان هو انا اسفه ان هو يمتلك كل حاجه فيا. طيب اسال سؤال، اهلك عارفين الجوازه دي ولا انت بس اللي عارفه الموضوع؟ لا انا بس. يعني الجوازه دي في السر، مش مثلا بسبب ان هو متجوز قبل كده او حاجه؟ هو متجوز وعنده اولاد. ما في جوازات بتبقى كده في السر، بس بيبقوا اهل العروسه عارفين. لا محدش يعرف. مطالبت مني ان انا اعرفهم؟ طب ما انا حاسه ان انا بغضب ربنا. لا انت ما بتكذبيش ربنا، ازاي ده جواز عند محامي زيه زي اي جواز؟ ايوه بس الجواز اشهار، مش هينفع اعلن دلوقتي عشان مراتي وعشان عيالي وعشان اهلي. وانا حاجه كبيره في عيلتنا، ما ينفعش كبير العيله يعمل كده، بس انا وعدت ان انا هعلنه لما جيت الاجازه الجايه. طبعا انا صدقته. وجا الاجازه الجايه ولا الاجازه الجايه دي لسه ما جاتش؟ لسه ما جاش. انا بقول لك هو اسمعني. المهم جه في اول في يوم صحيت من النوم، لقيت عندي خاتم قدام البيت، خاتم حد خبط جايب لي خاتم اونلاين، انا ما اعرفش مين، انا فاكراه هو اللي بعته لي. فاخدته ورحت كلمته، قلت له ده حصل كده كده كده، هو انت اللي عملت كده؟ لا، شوفي مين اللي جايب لي الخاتم، شوفي انت بتكلمي مين، شوفي انت بتعملي ايه،
شوف انت كل يوم بتفتحي واتساب بالليل، طب ما انا بتكلم معاك كل يوم. بس انت ما بتكلميش حد خالص؟ لا خالص. ولا جوزك القديم هو مثلا ممكن يكون ولا لبقى. اي حاجه خالص. هو انا عايزه اقول لك ان هو بيقول لك لو كحيت انا بكلمه اقول له انا كحيت. وما عرفتيش مين اللي جاب لك الخاتم ده؟ ما اعرفش مين. كل اللي انا عملته لبست الخاتم شويه، اللي هو انا فرحانه ان حد جاب لي هديه وكنت فاكراه هو في الاول. وبعد كده فضلت لابساه يومين، وبعد كده رحت قلعاه ورحت شايلاه لحد وقتنا. عايزه انا ما اعرفش مين اللي جابه لي، بس انا عايزه اعرف هو ده سبب ان هو يسيبني فيه فجأة في يوم وليلة. أنا مش عايزة أكلمك تاني، أنا مش عايزة أعرفك تاني، أنا مسحت كل حاجة تربطنا ببعض، بلوك 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 من كل حتة، فجأة مبقاش موجود في حياتي. بص عايز أقول لك حاجة، هو مش ده سبب إنه يسيبك، يعني تعالي نحسبها بس. مين ممكن يكون جاب لك الخاتم؟ تعالي ناخدها واحدة واحدة كده. هو يعني طليقي أبو عيلي حاول إن هو يرجع لي الفترة اللي فاتت. انا عايز يرداني فيها. وانا قلت لا ما ينفعش. انا طبعا هم مش عارفين ان انا متجوزه تاني، بس انا بقول لهم لا ما ينفعش، انا ما بفكرش في الموضوع ده. خلاص الموضوع ده بالنسبه يعني ممكن يكون طليقك ابو عيالك هو اللي بعت لك الخاتم، ممكن يكون هو اللي بعته. لكن انا ما بكلمش حد غيره. طيب لو هو اللي بعته والانسان اللي انت مرتبطه بيه ده واثق فيكي، ما كانش يزعل؟ لو كان مثلا قعدتي واتكلمتي معاه قلت له ممكن يكون طليقه كل ده بيحاول يردني فهو اللي بعت الخاتم، بس طبعا ما ادانيش فرصه يا اسامه ان انا اتكلم معاه. ده اكبر غلط. هو انت كدابه كدابه كدابه، وشوفي مين اللي بعته لك. اقول له والله. طيب ما فكرتيش انه ممكن يكون هو بعت لك الخاتم ده؟ انا كل اللي جه في بالي اول ما انا استلمت الخاتم ده ان هو اللي جابه لي. بعديها اتكلمت معاه. ما عرفتيش ما سالتيش مين اللي بعت الخاتم ده؟ ما سألتش، لأن أنا أكيد مش هكلم طليقة أقول له هو أنت اللي بعته ولا لأ. لا مثلا ما دخلتيش ما بعتيش شركة الأونلاين سألتيهم مين اللي بعت الخاتم؟ لا أنا ما أعرفش كمان إن الشركة ده. هو مندوب جاني لحد البيت خبط عليا الخاتم ده حضرتك مدام كده الخاتم ده مبعوتك. بص يا بنت الناس، الخاتم ده ممكن يكون مبعوت من طليقك وعايز يردك، وممكن يكون انا عايز اعرف يا اسامه انا دلوقتي غلطت في ايه. ما انا بس بهو واحده واحده معاك اهو. فهو طبعا المفروض اي حاجه زي اي موقف زي كده ممكن يزعله، بس يعني لما يكون في نقاش ما بيننا ويكون في تفاهم مش هنزعل، هنكون فهمنا قصه ايه ومش هنزعل. دي اول حاجه. تاني حاجه، ممكن يكون هو اللي بعت لك الخاتم، عامل لك الكمين ده عشان تقول له الخاتم جالي خاتم، فيقول لك طب خلاص يا بنت الناس كل واحد فينا يروح لحاله. انا ما اعرفش يا اسامه، انا فكرت ان انا انتحر بدل مره مرتين. يا شيخه عندي اولاد. حاسه ان حياتي واقفه مش عارفه اكمل. وانت لما تنتحري حياتك، بصي تعالي نحسبها كده بالعقل، انت لما تنتحري باحتمال بنسبه كام في الميه حياتك تمشي؟ ولا اي حاجه. ولا اي حاجه ايه ده؟ انت هتنتحري. مش هتمشي خلاص. امال هتروح فين؟ هبقى برضو غضبت ربنا ورحت له وانا كافره. انا مش عارفه اعمل ايه. يا بنت الناس انت بتقولي اهو رحت له وانا كافره، رحتي له فين وانت كافره؟ لو انا انتحرت يا اسامه مش هتروحي له اساسا، هتروحي في حته تانية. هتروحي في حته تانية. انا مش عارفه افكر، انا حاسه ان انا دماغي واقفه، حاسه ان في حاجه غلط في دماغي، حاسه ان انا هتجنن. انا ما اعرفش، انا مش عارفه انا فيها ايه. انت بس عشان صبح ظهر الليل بتفكري فيه وما عندكيش اي حاجه تاني تفكري فيها غيره. طب قول لي يا اسامه والنبي انا ازاي اتخلص من ده؟ طب انا غلطانه في ايه ده؟ انت مش غلطانه، انت جالك هديه زي اي واحده ممكن تكون متجوزه وجالها بوكيه ورد، جوزها يتضايق ويولع ويشيط وحقه انه يتضايق. بس لما اكون واثق في مراتي يعني خلاص، هبقى متضايق وكل حاجه، بس هبقى انا عارف ان دي في حاجه معموله غلط او في واحد بيعكسها او او او, أو خلافه، وابتدي بقى اركز في ده، احاول انا اعرف مين. انما عارف يا اسامه ايه اللي تعبني اكتر؟ ان انا عمري ما خنتك. انا لو بكح بكلمك واقول لك انا كحيت، ليه انت شايفني يعني انت مش واثق فيا او شايفني بصوره مش حلوه وانت خنتني؟ يعني انا عرفتك فتره صغيره خنتني فيها مره. وعديت الموضوع وشربت عليه شويه ميه وخلاص اتنسى. حلو قوي، عديت الموضوع وشربت عليه شويه ميه اتنسى. انت ليه بتعمل كده وانا عمري ما عملت معاك اي حاجه وحشه خالص؟ يعني هو الموضوع كده بالنسبه لكم انتوا الاثنين انتهى؟
الموضوع بالنسبه له كده خلاص هو انها كل حاجه كل طب انها كل حاجه بقى دي انها كل حاجه دي ده هتقطعوا الورق ولا هتعملوا ايه؟ خلاص قال لي الورق اللي معاكي ده بالليه واشربوا ميته لا لا وخلاص كده لا لا الدنيا مش بالسهوله دي. اعمل ايه يا اسامه يا بنت الناس؟ حتى الورق اللي معاكي لو هتبليه وتشربي ميته محتاج الورق ده تقعدوا انتوا الاثنين سوا وتروحوا للمحامي تفضوه عند المحامي عشان انت ممكن ترجعي لجوزك ممكن تتجوزي تاني وبعد سنه وسنتين ثلاثه يظهر لك كده فجاه يقول لك انت متهمه بتعدد الازواج وتخش السجن. انت ليه بتفكري بس في مشاعرك؟ ما تفكري في الخرابه اللي انت عملتيها في نفسك. انا خايفه ان انا اروح اقول لمامتي حاجه زي دي ممكن تروح يا فيها. ستي ولا مامتي ولا حاجه ابعتي له وقولي له خلاص بما انك مش عايزني انا ما غلطتش في حقك وبما انك عملت لكم كل حته مش عارفه اوصل له. يبقى بقى ما فيش قدامك حل غير انك تنتظري القدر لما يرجع اجازه ولا اي حاجه وتحاولي توصلي له او تروحي للمحامي اللي جوزكوا تقولي له لو سمحت اتصل بيه وتقول له احنا عايزين طالما كده كده هو سابني احنا عايزين الورقه اللي عنده والورقه اللي عندي ونفضها رسمي علشان لو حبيت ارتبط تاني ما بقاش مرتبطه واخش السجن. فكري كده لان انت داخله على مصيبه بجلاجل مش مصيبه عاديه. ما فيش حاجه اسمها كل واحد وقطعي الورقه. قطعي الورقه ما هو معاه ورقه ومتسجله عند محامي ورحت اتجوزتي او رجعتي لجوزك هيقول له لا رجعت لك ازاي دي مراتي. ودخلنا في متاهة لا ليها أول ولا آخر. لم أعد أحلم فقد أتى من يؤنس أحلامي في يقظتي وفي منامي. مستمعينا لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة حلقة مفتوحة من القلب للقلب. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006 معكم على الهواء أسامة منير وميدو على 106.10 نجوم أفهم. كل شيء يبدو حزينا في سكون الليل ولدي رغبة رهيبة في البكاء ومحمل بالعديد من الذكريات وقساوة الليل لا تحتمل هذه المرة من مرمر. مساء الخير يا أسامة أنا فاطمة اللي بعت لك حضرتك الحلقة اللي فاتت. أنا كنت بحب واحد فضلنا مرتبطين أربع سنين وكنت لما أجي أفتح معاه موضوع إنه يجي يكلم أهلي كان بيقول لما اتخرج من الجامعة وفضلت معاه ولما اتخرج قال لي أنا لما خلص جيش وراح أخذ المعافاة وبعد كده حسيت إنه هو مش عايز يكلم أهلي فحاولت أنهي كل حاجة بينا فغيرت رقمي واتخطبت وحبيت خطيبي جدا ومن ساعة ما عرف إني اتخطبت عايز يخليني أسيب خطيبي وهو من ساعة ما اتخطبت وهو في المستشفى وجاله حالة نفسية ولما تعبت أمه كلمتني وغلطت فيا وحسبنت عليا وهو لحد دلوقتي الولد في حالة نفسية. أنا ليا طب ما جاش ليه ما أنت كنت قدامه وقال لك استنيني أربع سنين استنيتيه أربع سنين استنيني أخلص جيش خد معافاة ما ردش عليكي ليه ما جاش ليه؟ هو محن يعني وبعد خلاص انت خدتي قرارك وارتبطتي بانسان وحبيتيه خلاص خلصنا حسبنت عليكي قولي لها ربنا يسامحك وخلاص وداري وشك وانتهى الموضوع. انا لو اقدر انام ما اقومش اعمل كده علشان تعبت من كل اللي حواليا علشان الحب ده اكبر حاجه انا تعاقبت بيها وسبب قلبي. ايه تعاقبت بيا؟ أنا تعاقبت بيا وسبب قلبي. هي رسالة كده من محمد عبده بيومي. أسامة قول حاجة تريح القلب الموجوع من الحب أرجوك. أنا شيماء. مفيش حاجة تريح القلب الموجوع من الحب يا شيماء. القلب الموجوع من الحب بيفضل موجوع ما بيريحوش غير الصلاة. الواحد يلجأ لربنا سبحانه وتعالى. ما بيريحوش غير قبول الواقع غير الرضا باسمة ربنا سبحانه وتعالى. دي الحاجات اللي بتريح القلب موجوع لان خالق القلب هو اللي بيريح القلب. انا بحب واحد
واحدة قريبتي وكان في إحساس متبادل ما بيننا، وأنا ما كنتش ببين. وقت ما جيت أقرب لقيتها بتبعد، فخايف أصارحها علشان شكلي قدام العيلة. أعمل إيه؟ كويس إن خايف صارحها عشان شكلك قدام العيلة وشكلك قدام نفسك كمان، علشان ما يبقاش شكلك وحش قدام نفسك. أنا متابعك بقى 9 سنين وبحب نصايحك جدا. مش عارفة ليه أنا أي كلمة لو حتى بسيطة بتزعلني وبحزن جدا، وبقيت دمعتي دايما بتنزل مع إني كنت استحالة تنزل قدام مخلوق، ومش عارفة أعمل إيه. أنت بقيتي حساسة زيادة عن اللزوم، وبقى الأمور بالنسبة لك بتاخديها لازم تواجهي نفسك بنفسك. يعني أقول لك حاجة، أنا من كتر الزعل والحزن والتعب والضيق والتوتر بدأت تجيلي حالات مرضية، ضربات قلب تلخفن واروح لدكاترة ويدوني أدوية تظبط ضربات القلب، وكل حدوتة يقول لي كهرباء يقول لي مش عارف ايه. وأنا عارف لأنها لما بتضايق أو أتوتر ده بيحصل لي، فبدأت أتضايق كتير وبدأت أتوتر كتير، وبقت أي حاجة تضايقني وأي حاجة توترني وأي حاجة تأثر فيا، فلقيت نفسي داخل في دوامة مش هخلص منها. فلقيت نفسي بضطر أواجه نفسي، أقول لأ عادي، إيه يعني؟ ما هو ده بيحصل في الدنيا، ده بيحصل في العالم، صاحبك تعب عادي، معلش نصلي له وندعي له وربنا يقوم، بس ما تقعدش حاسب الدنيا كده. فأنت لازم تواجهي نفسك، وأنت لازم تصلحي نفسك بنفسك. خلونا نستقبل اتصال تليفوني تاني ونقول ألو. مساء النور، ازيك؟ حضرتك طيبة وبخير، اتعرف بيكي؟ عزة. مع حضرتك عزة كم سنة؟ عزة 37. مرتبطة عزة؟ أم لثلاث أطفال وأم متجوزة. متجوزة؟ لا سوري عشان الصوت بس مش واضح قوي، متجوزة؟ أيوه، وأم لثلاث أطفال. وأم لثلاث أطفال، ربنا يخليهم لك يا رب. طيب احكي لي إيه الحكاية؟ بص حضرتك، أنا متجوزة بقالي 15 سنة. طول ال 15 سنة دول عديت بحاجات، يعني واستحملت حاجات كتير محدش يتخيلها. زي ايه؟ إهانة وإهانة من كل الأنواع، مد إيد مستمر، إهانة، فرجة الناس عليا، ظروف مادية، اشتغلت، كل حاجة. جيت طلقت سنتين جوزي، وبعد كده نزل عني عشان ولادي رجعت لي تاني. يعني كان ولادي كانوا بيباتوا عندهم خميس وجمعة، هم بيكرهوا ولادي فيه، هو ووالده ووالدته كده. أمي كنت طلقت عشان الفلوس، وأمي كنت طلقت عشان عايزة فلوسه بس، مش هلاها مصلحتكم. ابني دخل في مرحلة نفسية شوية، كان ساعتها عنده 12 سنة، دلوقتي عنده 15 سنة. يا ماما طب احنا محتاجين بابا. ماما رجعت بعد فترة، بعد سنتين الطلاق رجعت. بعد شوية الحمد لله، وبطل مد الإيد وبطل الإهانة والحاجات دي. بعد كده إيه رجع بقى، يعني ما كانتش مستمرة على طول، كانت على فترات طويلة. تمام، وهي استحملي كل اللي حواليها، استحملي عشان ولادك، استحملي عشان الدنيا تمشي، استحملي. أنا ما شفتش هنية أصلا في ضيف أهلي، أنا بابايا ما شفتوش خالص. ووالدتي كانت هي ام السبع اولاد، ما فيش حنيه خالص. فهو قلت له انا ما شفتش حنيه في بيت اهلي، اعتبرك ابويا واخويا وكل حاجه، يعني ما فيش الكلام ده خالص. بص حضرتك، اخر مشكله ما بيننا من حوالي شهرين، كان بمد ايد واهانه جامده، وانا ما قدرتش امسك نفسي، وبدلت نفسي اللي هو عمله بالظبط قدام ولادي. يعني مسكتوا وضربتوا بعض انتوا الاثنين؟ واهانه والفاظ، وما استحملتش بقى. من ساعتها انا عايزه انفصل، هو مش راضي، فانا تعبانه، بمر شويه ظروف التعب وكده. ما فيش ان هو يروح يديني للدكتور، ما فيش خالص من ساعه ما اتجوزت، يعني ان هو يجري بيا مثلا عند الدكاتره او ما فيش. هو معاه عربية شغالة عليها، طب ما وديتنيش، طب تعالى خدني الساعة 1 بالليل انا واقف لك في الشارع. وبعد ده كل ده بعد الخناقة اللي حصلت ما بينكم؟ عمامي اتدخلوا، وهو اللي كان بادئ بالغلط جامد. وقال لهم هي كانت لحظة شيطان مني، وخلاص وربنا يهدي الحال. وهو عدل اسلوبه شوية، يعني
جيت بعد كده تعبت جامد وعندي عمليه وحاجات زي كده. طب هو يجي مثلا دي عند الدكتور ده هو طول عمره كده يعني مش حاجه جديده، بس المره دي تعبانه جامد وعندي عمليه وممكن اروح للدكتور مثلا ارجع واحده ونص بالليل واحده بيسالش مش عارف. فاخدت جنب خلاص اتحملت كل حاجه، كل حاجه اتحملتها. نفسي خدت جنب نفسي كده بقالي 3 اسابيع ولا عايزه اشوفه ولا اتكلم معاه ولا اعمل له اي حاجه اكل، بعمل الاكل ابنه اللي بيحط له الاكل. فانا نفسي اكتر وقت يعني بس هو مش راضي. بس انا وصلت لمرحله ان انا خلاص مش قادره اعيش معاه ولا ابص في وشه ولا اكلمه في التليفون. يمكن انا كانت المشاكل لما كانت بتعدي الاول كنت انا اللي بروح واصالحه واقول عشان الدنيا تمشي. عشان طيب يا بنت الناس ما هي دي عيشه، ده شكل عيشه. ما هو يتصلحوا الحياه ما بينكم يا كل واحد فيكم يروح لحاله. تصلحوا تقعدوا تتناقشوا، تعالى اقعد بقى، ما احنا دلوقتي قدامنا حلول. تعالى بص يا عم الحاج، نقعد مع بعض انا وانت لابسين بعض وشنا في وش بعض طول العمر، فينعيش نكد ينعيش كويس، قدامنا امكانيه ان احنا نبقى لطف ونهزر ونضحك ونخرج. يا سيدي بلاش الحب يبقى فيه رومانسية قوي، بس نخرج ونتفسح ونقابل بعض ونهتم ببعض ونأكل بعض ونشرب بعض، والحياة بقى دمها خفيف. ما هو هيبقى الحياة دمها خفيف، هيبقى دمها تقيل. لا هو عايز المبادرة دي كل الحاجات دي تبقى من عند انا وهو مش من عنده اي حاجة. قولي له بقى لا من عندي ولا من عندك، تعالى نحسبها سوا الحدوتة، يا الحياة يبقى دمها تقيل وحياتنا تبقى نكد، يا نعيش احنا الجزء لزاز مع بعض ونهتم ببعض. هتهتم بيا، هتهتم بيك، هنخرج مع بعض، هأكلك هشربك، هتهتم توديني الدكتور، نعيش حياة كريمة. أو يا ابن الناس كل واحد فينا يروح لحاله. ما هو يا نعيش حياة كريمة يا كل واحد فينا يشوف له بقى سكة في حياته. أستاذ أسامة حضرتك أنا عندي بنتي عندها 13 سنة وابني 15، ما فيش أي اهتمام ليهم خالص، حتى هما بيشتكوا. ما هو انت لازم تفهميه بقى كده. بس يعني مثلا يا بابا احنا عايزين كذا، طب ماشي انا بقدم مامتكم مصروف البيت. فهمتي بابا حضرتك 15 سنه في الاسلام، 15 سنه كان نفسي اعمل عيله ما تشوفش حاجه اللي انا شفتها في حياتي. انا بشتغل من وانا عندي 10 سنين. عارف حضرتك يعني ايه واحده بتشتغل عندها 10 سنين لغايه 22 سنه ما قعدتش، وبعد ما اتجوزت بخمس سنين برضه اشتغلت تاني. فكان نفسي اعمل حاجات كتير قوي 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 انا اتحرمت منها، بس هو ما عرفش يعمل معايا. مع الاسف هو ما طلعش الانسان اللي يحقق لك الحلم ده، ولكن دلوقتي قدامنا حاجه من اتنين، يعني نتناقش ونحل ونظبط الدنيا ونغير من اسلوبنا ونظبط الحياه ونهتم، يعني كل واحد يروح لحاله. وبعد كده لازم تفهميه وتقعدي معاه تقولي له لو انت مش واخد بالك الايام اللي بتعدي من حياتنا دي ما بتتكررش وما بتعوضش، يا نفرح يا نعيشها غم. فقدامنا حياه ربنا مديها لنا نعمه، فالنعمه دي نهتم بيها ونبقى حلوين ولزق. يا سيدي مش عايزه منك رومانسيه ومش عايزه منك يعني هشتغل وهساعدك وكل حاجه، بس نبقى لطاف، بهتم وبتهتم، بتشقر على اولادك، اولادك محتاجينك، ما انتش هتخسر انت هتكسب، لان اللي بتعمله ده قدام اولادك هيبقوا جحده، مش هيحبوك ولا ولا هيطبطبوا عليك ولا هيهتموا بيك، لان هما ما لقوش حب من البدايه. بص يا ابن الناس احسبها كده بالعقل علشان ما نروحش في سكه مع الاسف هتكون نهايتها اذيه ليا ولي كل الولاد. من القلب عايز اقول لكل الناس ميري كريسمس وعيد ميلاد سعيد على كل الناس اللي بتحتفل بدايه من يوم 25 ديسمبر، واتمنى يا رب هذه الايام تكون ايام خير وبركه على كل الناس وكل البيوت في مصر وفي كل العالم. على امل نتقابل باذن الله واخر حلقه في السنه الجديده يوم الثلاث اللي جاي، وباذن الله هتكون حلقه خاصه جدا هيكون فيها تهنئه بمناسبه راس السنه، وهنحاول نخليها حلقه ايجابيه نقفل بيها السنه مش حلقه سلبيه. وناس تبعت لبعض هدايات وهدايات حب، ونقفل السنه بحب ونفتحها بحب وبخير وبحياه جديده خالص. ربنا يشفي كل مريض، ربنا يسند كل محتاج، ربنا يعزي كل حزين، ربنا يملا لكم خير وبركه وسعاده. وباذن الله اشوفكم يوم الثلاثاء اللي جاي. كان معكم على الهواء اسامه منير وميدو على 106.10 نجوم FM في انا والنجوم وهواك.